بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم في موكب الدعوة. شيخ صالح حفظكم الله، المرأة المسلمة في هذا الوقت تواجه العديد من السهام المسمومة التي تحاول المساس بكرامتها وعفتها وإبعادها عن الطريق السوي والصحيح. المرأة المسلمة أعتقد أنها من أحوج الناس إلى أن تستمع إلى كلمة من فضل الشيخ صالح فوزان في هذه المناسبة. المرأة المسلمة لا شك أن لها مكانة عظيمة في الإسلام وفي التربية والتوجيه وفي القيام بعبء من أعباء الحياة. فالمرأة عون للرجل، الرجل لا يستطيع الاستقلال بنفسه وبمهمته إلا بجانبه المرأة تقوم بدورها وبمهمتها. ومنذ أن خلق الله آدم عليه السلام خلق منه زوجة، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها، ليسكن، لاحظ قوله ليسكن إليها، يحصل بينهم السكن. ومن رحمته ومن آياته قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فمن أعظم فوائد المرأة إلى جانب الرجل حصول السكن بين الزوجين. السكن يعني السكينة والطمأنينة، وأن يطمئن كل منهما إلى الآخر، فهما شريكان يؤسسان شركة عظيمة وهي البيت المسلم الذي ينشأ عنه الجيل والأجيال المسلمة. فالرجل يكتسب ويكد ويكدح ويسافر ويتعرض للأخطار في طلب العيش، والمرأة في البيت تربي وتصلح أعمال البيت وتحفظ البيت حتى يأتي صاحبه، تربي الأولاد ترعاهم، وإذا جاء الزوج متعبا ومثقلا بالأعمال وجد أمامه الزوجة التي يسكن إليها والتي هيأت له الراحة وهيأت له ما يحتاج إليه، حصل التعاون بين الرجل والمرأة. وأيضا الأولاد الذين يحصلون بين الرجل والمرأة، من الذي يتولاهم؟ الرجل يسافر لطلب الرزق ويغيب المدة الطويلة، من الذي يتولى هؤلاء الأطفال؟ إلا المرأة، إلا أمهم التي تربيهم وتقوم عليهم وتسد غيبة والدهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، مسؤولة عن بيت الزوج وما فيه ومن فيه من الذرية، هي المسؤولة عن ذلك، فهي عليها مسؤولية عظيمة ولها مكانة عظيمة ولها أجر عظيم إذا أطاعت زوجها وصلت فرضها وأطاعت ربها دخلت جنة ربها. هي عليها مسؤولية عظيمة وهي تؤدي دورا مهما في المجتمع، ولها أجر عظيم إذا قامت بوظيفتها في الحياة. أما إذا ضيعت وظيفتها وخرجت إلى عمل غير عملها فإنها مسؤولة أمام الله، ضيعت رعيتها، هي راعية ومسؤولة عن رعيتها، سيسألها الله يوم القيامة عن هذه الرعية التي ضيعتها وخرجت لطلب الأعمال هنا وهناك، ضيعت عمل البيت. المرأة لا شك أن عليها دور عظيم، وأنها هي الأم وهي الزوجة وهي القريبة وهي محل الأمانة ومحل النصر في غياب الزوج. وحتى في حضرة الزوج هناك أعمال لا يقوم بها الزوج ولا يدري عنها، هي من عمل المرأة، فمهمتها عظيمة. وأعداء الإسلام يحاولون
أن يصرف المرأة عن ما هيئت له وأن يولوها مهمة غير مهمتها، وبهذا يحصل الفساد في المجتمع والنكسة العظيمة. فالمرأة إذا خرجت عن طورها وتولت عملا غير عملها، هي أولا لا تنتج في هذا العمل كما ينبغي، وثانيا هي تضيع مسؤوليتها ورعايتها المسترعاة عليها أمام الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يضيع المجتمع، لأن المجتمع بأسره وببيوته، فإذا ضاعت البيوت والأسر ضاع المجتمع كله. وهذا ما يريده أعداء الإسلام، يريدون أن يتخذوا من المرأة سلاحا يطعنون به المسلمين وهم لا يشعرون، بحجة تثقيف المرأة، تعليم المرأة، أن المرأة قرينة الرجل، أن إلى آخره. نعم، نحن نقول المرأة قرينة الرجل، والمرأة لا شك أنها إنسان، وأن لها كرامة، وأن لها احترامها، وأن لها أعمالها الخاصة بها، هذا لا شك فيه. وإذا ضيعت هذه المهمات خسرنا نصف المجتمع كما يقولون. أما إذا أخرجناها من بيتها ووليناها عملا غير عملها، هنا ضاع المجتمع كله. فيجب التنبه لهذه الدعايات المغرضة وهذه الأفكار الخبيثة التي تريد إفساد المسلمين بسلاح المرأة. نعم، أحسنتم يا شيخ صالح، تبارك الله.